في نوفمبر 2015 يعني قبل 5 سنوات تقريبا، عبد الفتاح السيسي كلف شركة المقاولين العرب بتطوير شبكات الصرف الصحي في اسكندرية. ده حصل بعد ما اسكندرية غرقت في شبر مية قبل 5 سنوات، ومن يومها وعلى رغم مرور 5 سنين كاملة مع كل شوية مطر ومع كل شتواية، اسكندرية أيضا بتغرق في شبر مية. وما بعدش بقت اسكندرية وحدها اللي محتاجة تطوير الصرف الصحي وشبكات صرف المية أو صرف المطر، بقت القاهرة والجيزة ودول أو محافظات الدلتا ومحافظات القناة حتى محافظات الصعيد، البلد كلها مع كل شوية مطر أو مع أي شتوية بيتحول بلدنا وشوارعنا للشكل ده، وبيموت كالعادة كل سنة مجموعة من المواطنين، إما بسبب الغرق في الملاعات اللي مفتوحة أو بسبب أعمدة الإنارة اللي بتكهرب الشوارع. والحديث عن عبد الفتاح السيسي ونظامه، قال لك أنا مش هحط فلوس في تجديد الصرف الصحي عشان الدنيا بتشتي في العام كام يوم، لكن كام يوم دول بيضيعوا حياة كام مواطن وبيخربوا حياته وبيخربوا بيت كام مصري، وبيجوا على بضاعة كام أرزاقي أو كام عامل أو كام صاحب دكان. خلال الأيام اللي فاتت مع أول نوة وأول موجة مطر، اتحولت اسكندرية ومدينة نصر والجيزة لبركة مية، خسائر بالملايين في بيوت وتجارة ودكاكين وسلع المواطنين المصريين. كانت صورة سيدة المطر الحاجة نعمات واحدة من أشهر الصور، الست اللي خرجت عشان تشتغل على أكل عيشها في شوارع اسكندرية بتبيع ترمس تحت المطرة وفي ظل السقعة، لأن النظام مش موفر لها حاجة. النظام اللي بيهتم ببناية القصور وأطول سكة وأطول كوبري وأعلى برج وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، سابوا الست نعمات قاعدة في المطر. لكن السوشيال ميديا كالعادة تنتصر لسيدة المطر، هاشتاج سيدة المطر تصدر الترند. خلال الأسبوع الماضي بعدد تغريدات تجاوز 113 ألف تغريدة، منهم خالد بيقول الرئيس السيسي يهنئ الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا، وسيدة المطر جايب مجموعة من الصور من الشتاء اللي فات أو من شتاء اسكندرية اللي فات. أما سيد غضبان فبيقول الصورة بألف كلمة، البؤس يأكل المصريين. أحمد بيقول سيدة المطر السيدة نعمات عبد الحميد هي صورة معبرة عن وحشية هذه الحياة، أو بالأخص وحشية نفوسنا التي أجبرت هذه السيدة على هذه الجلسة تحت المطر. لقد تجردت الإنسانية منا وباتت ترفض أن نحمل اسمها، ونموذج سيدة المطر هي إحدى أبسط الحالات التي تهافت عليها من يصطادون في الماء العكر. سيدة المطر وغيرها آلاف من الشعب المصري خلال السنوات أو خلال الأيام اللي فاتت كان ضحية الإهمال والفساد اللي بيمارسه نظام عبد الفتاح السيسي والأنظمة العسكرية خلال السنوات الماضية. أيضا بعد نشر هذه الصورة والضجة اللي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، كالعادة البلد بدأت تتحرك، وبعض المنظمات وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي. افتكرت وزارة التضامن الاجتماعي والست الوزيرة ان عندنا الحاجة نعمات بتقعد في الشارع من غير اكل وشرب طول اليوم عشان تبيع كام كيس ترمس، ونسيت ان احنا عندنا ملايين زي الحاجة نعمات. وزارة التضامن الاجتماعي قالت وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية ايجار جديد وتقديم مساعدات مالية للسيدة نعمات سيدة المطر. وكالعادة راحوا للست نعمات وخدوا اللقطة وتصوروا معاها، وظهروا على انهم اللي بيرعوا الضعيف وبيكفلوا الفقير وباقي الشعب يموت من الجوع. من الحاجات اللي تم تداولها ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي في نفس اليوم اللي كانت الست نعمات قاعدة في المطر عشان تبيع كيس ترمس او كيسين ترمس، كان البعض يتداول هذه الصورة للفنانة المصرية ياسمين صبري. ياسمين صبري واللي نشر الصورة من داخل الطيارة الخاصة بتاعتها، البعض علق على الشنطة اللي كان تمنها تقريبا 20,000 دولار، يعني ما يوازي 315,000 جنيه مصري. بعد المقارنات ما بين سيدة المطر والفنانة المصرية ياسمين صبري،
نشرت ياسمين صبري على حسابها على فيسبوك وعلى حسابها أيضا على تويتر هذه التغريدة. قالت الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير، ست صبورة ومكافحة ربنا يديها الصحة وطولة العمر. ياسمين أيضا نشرت مجموعة من الصور مع السيدة نعمات سيدة المطر ومع جوزها أيضا لما استضافتهم في الفيلا الخاصة بأحمد أبو هشيمة أو فيلا ياسمين صبري المتزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لتنهال الهدايا على سيدة المطر كعادة المجتمع المصري عندما يجد هذه الحالات. بعض الهدايا اللي حصلت عليها سيدة المطر: معاش مع توفير الأدوية حصلت عليها سيدة المطر، أيضا شقة إيجار جديد ومساعدات عاجلة من الدولة للسيدة وأسرتها، راتب شهري من ياسمين صبري بالإضافة إلى تبرعات من أهل الخير، وكل ده نتيجة السوشيال ميديا ونجاح للسوشيال ميديا. لو ما تنشرتش صورة الست نعمات عبد الحميد سيدة المطر بائعة الترمس في شوارع اسكندرية كانت هتفضل 20 سنة كمان زي ما كانت 20 سنة فاتت بتبيع الترمس من غير ما حد يعبرها، زي ما حصل مع بائع الفريسكا وزي ما حصل أيضا مع سيدة التروسيكل والبنت اللي بتشتغل في الحقل. دايما بلدنا بتنتظر تاخد اللقطة لما الموضوع يتنشر، وده اللي قالته ليليان داوود، وقالت الحلول الفردية وتحويلها إلى شو إعلامي يتسابق فيه البعض لإظهار كرم أخلاقهم لا يحل مشكلة الفروقات الطبقية الحادة ولا يحقق العدالة الاجتماعية. هناك ملايين سيدات المطر وملايين الأطفال الذين لا يجدون ما يسد جوعهم، وهاشتاج سيدة المطر اللي مازال متصدر الترند أو فضل متصدر الترند لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي. والسؤال الآن: لماذا دائما النظام بدل ما يحل مشاكل الست أو أمثال السيدة نعمات سيدة المطر أو مشاكل الشباب زي بائع الفريسكا أو سيدة القطر أو سيدة التروسيكل أو بائعة الحمص في الشارع، لماذا دائما النظام يستخدم أمثال هؤلاء للشوء الإعلامي دون إيجاد حل جذري للمشكلة؟ بدل ما يحل المشكلة بتاعة الشباب اللي خلت بائع الفريسكا اللي حاصل على 99% طالب الطب يبيع فريسكا خرجوا يتصوروا معاه، بدل ما يحلوا مشكلة الست نعمات وملايين زيها أيضا بيتصوروا معاها، وده اللي بيحصل في بلدنا ونظام اللقطة.